من هي الدولة العربية باعتقادك كابتن أيمن التي يعني الآن تتصدر تطوير الرياضة، يعني من ناحية الأكاديميات، من ناحية الخصخصة، من ناحية تبني المشاريع الرياضية؟ شوف بصراحة يعني بعد كأس العرب اللي تعمل في قطر، كان ناجح جدا. يعني قطر هي عملت ورت الصورة الطيبة للعرب، أصبحت عاصمة الرياضة العربية. وفعلا ورت للعرب اللي هي قادرين العرب ينجحوا. لكن لما تكون كل شيء منظم. قطر مش اليوم نجحت، قطر عندها مدة وهي قاعدة تنجح شوي شوي. كان قطر كانت تتجنس في رياضيين، السبب لا لي شيء انه مش يرفع راية قطر، ونجح انه يطور انه يرفع راية قطر. خذا كأس العالم بايش؟ بالضغط. صحيح، دولة نفس قطر نجحت تعتبر ووصلت الصورة الطيبة، احنا كعرب نفتخر بقطر.